تحية طيبة مشاهدينا الكرام في كل مكان، فأهلا وسهلا بكم إلى نشرة إخبارية من قناة المكلا. وإلى العناوين: هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي تقف أمام أعمال القمع والإرهاب التي مورست من قبل ميليشيات الإخوان في محافظة شبوة. محافظ العاصمة عدن يتفقد السير العمل في إعادة تأهيل مبنى إذاعة وتلفزيون عدن. هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزع دفعة جديدة من المساعدات الغذائية على أهالي مديرية المكلا. أبناء ساحل حضرموت يتجهون نحو مدينة سيئون للمشاركة في فعالية إحياء ذكرى يوم الأرض الجنوبية. أهلا بكم. وقفت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في اجتماع لها أمام أعمال القمع والإرهاب التي مورست من قبل ميليشيات الإخوان في محافظة شبوة. استعرضت هيئة الرئاسة أعمال القمع والإرهاب ضد المتظاهرين السلميين الذين خرجوا بمناسبة يوم الأرض، والتي جرح فيها عدد من المتظاهرين واعتقال العشرات منهم. ودعت الهيئة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ودول التحالف العربي إلى فتح تحقيق عاجل حول الانتهاكات التي مورست بحق أبناء شبوة، وكد سرعة الإفراج عن كل المختطفين والمعتقلين والأسرى وتعويض معالجة الجرحى. وحذرت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي ميليشيات الإخوان من ارتكاب أعمال مماثلة ضد أبناء حضرموت، مشيدة بمبادرة أبناء المكلا ووادي حضرموت لإحياء هذه الذكرى. التقى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي رئيس الدائرة التنظيمية في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي وأعضائها. وخلال اللقاء طالب الرئيس الزبيدي ببذل المزيد من الجهود التي من شأنها المساهمة في انتشال الجانب التنظيمي في محافظات الجنوب، مؤكدا على ضرورة تطبيق النظم الإدارية والتنظيمية في العمل الوطني، خصوصا وأن الإدارة تجمع ما بين الشهادة العلمية والخبرة العملية للوصول إلى النتائج المرجوة. ونوه الزبيدي بأهمية وضع برنامج تدريبي وتأهيلي مناسب وضرورة تعزيز الإيجابيات في أداء ونشاط الهيئات معالجة جوانب القصور. وفي ختام اللقاء شدد الحاضرون على ضرورة إبراز نشاط كافة الإدارات التنظيمية وتضافر الجهود وتقديم الاستشارات التنظيمية التي تساعد المجلس على تخطي التحديات. اطلع محافظ العاصمة عدن أحمد لملس خلال زيارة تفقدية لمبنى إذاعة وتلفزيون عدن على سير العمل في ترميم وإعادة تأهيل مبنى التلفزيون وجاهزية استوديوهات الأخبار والبرامج والمكتبات والإرشيف ومحطة التوليد. واستمع المحافظ لملس من فريق العمل المكلف بتقييم وإعادة تشغيل قناة عدن الفضائية تمهيدا لإعادة تشغيله بعد مضي 6 سنوات من توقف العمل. وأشاد المحافظ لملس بجهود وكفاءة المهندسين المحليين من كوادر التلفزيون في إنجاز الكثير من الأعمال وإعادة تجهيز عدد من مرافق التلفزيون في ثمن قياسي، مؤكدا حرص قيادة السلطة المحلية بالمحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم لما من شأنها إعادة تشغيل تلفزيون عدن انطلاقا من دوره الهام والمفصلي في تسليط الضوء على عدن وحفاظا على إرثها التاريخي. إلى المكلا، ناقش وكيل حضرموت لشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق مع إدارة الصندوق الاجتماعي برنامج التمكين من أجل التنمية المحلية. أطلع الوكيل بارزيق على خطط برنامج تمكين المجتمعات المحلية في المدن الحضرمية والتي ستنفذ في مديرية مدينة المكلا من خلال تشكيل مجالس تعاون الحارات ولجان الأحياء الذين سيقومون بدورهم بإدارة الأنشطة التي تؤدي إلى استثمار رأس المال الاجتماعي وتيسير مشروعات التعافي والطوارئ في الحارات والأحياء، والذي سيؤدي إلى تحسين العلاقات بين أفراد المجتمع مع بعضهم البعض وبين المجتمع والجهات الداعمة لها. قام مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت المهندس وهيب غانم بزيارة تفقدية لحق الزمن المائي بمديرية أرياف المكلا للاطلاع على بدء العمل في تدشين تنفيذ خط ربط البئر الممول من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. وستعمل المؤسسة خلال الأيام القادمة على تدشين الضخ التجريبي للبئرين، ومن المتوقع أن تصل إنتاجية البئرين إلى 30 لتر في الثانية، مما سيعزز من تموين المياه في مناطق غرب مدينة المكلا وخصوصا منطقة فوة وبعض المرتفعات ومنطقة حلة. وأوضح المهندس غانم أن المؤسسة تسعى إلى استكمال باقي المشاريع التي ستساهم في تحسين تموينات المياه، منها مشروع ربط استكمال الجزء الغربي لحقل زمن المائي
6 آبار أخرى بكلفة 1,700,000 دولار، مشيرا إلى أنه من المتوقع استكمال المشروع خلال الفترة القادمة. دشنت الكتيبة الخاصة التابعة للمنطقة العسكرية الثانية المرحلة الثانية للعام التدريبي الحالي لرفع مستوى الجاهزية القتالية والاستعداد الأمثل لتنفيذ كافة المهام في مختلف الظروف بالشكل الأمثل. وخلال التدشين نظم حفل خطابي وعرض عسكري لمنتسبي الكتيبة استعرضوا فيه مهارات الفنون القتالية، وكاد عرضا تعريفيا بمجموع الأسلحة والآليات التي تستخدمها الكتيبة في مهامها العسكرية، مع تبيان القدرات الهجومية والدفاعية لتلك الأسلحة. كما ألقيت في الحفل عدد من الكلمات تؤكد أهمية المرحلة التدريبية الثانية وما ستشمله من تدريبات نوعية وتخصصية لمنتسبي الكتيبة. دشن بقاعة الأديب علي أحمد بكثير بالمكلا افتتاح المؤتمر العلمي السادس لطلاب جامعة حضرموت تحت شعار طلاب الجامعة في خدمة التنمية. وخلال حفل الافتتاح أشار نائب رئيس جامعة حضرموت للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور عبد الله بابعير إلى أن اهتمام الجامعة بالبحث العلمي رغم الإمكانيات الشحيحة دليل على صوابية رؤية الجامعة وخططها الاستراتيجية تجاه التطور العلمي والأكاديمي، مؤكدا بأن المؤتمر السادس لطلاب الجامعة قد تقدمت إليه 49 ورقة علمية من 312 طالب وطالبة في 5 محاور: الطب والهندسة والعلوم التطبيقية وعلوم البيئة والعلوم الإنسانية. هذا ويأتي المؤتمر في إطار أسبوع البحث العلمي الذي تشهده جامعة حضرموت. اختتمت بمركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة بجامعة حضرموت فعاليات برنامج منظومة الجودة في الجامعات اليمنية وفق الممارسات الحديثة. وتلقى المشاركون خلال فترة التدريب لمدة 8 أيام معلومات ومهارات حول تطوير ممارسات الجودة في البرامج بالجامعات وفق الممارسات الأكاديمية الحديثة لإكسابهم مهارات حديثة في التقويم الذاتي والمراجعة الداخلية والأكاديمية ولرفع قدراتهم، إضافة إلى كفاءة أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعات بما من شأنه رفع التصنيف العالمي للجامعات. وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي دفعة جديدة من المساعدات الغذائية على أهالي مديرية المكلا، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها للتخفيف عن الأهالي من وطأة الأزمات التي تمر بها البلاد، حيث وزعت الهيئة 540 سلة غذائية مستهدفة 2700 فرد من الأسر المحتاجة في مربع سيف مسلم بمنطقة الديس بمديرية المكلا. هذا وشكلت هذه المساعدات الإغاثية عنصرا إيجابيا بالنسبة لآلاف العائلات والتي تعاني أوضاعا اقتصادية صعبة. وعبرت الأسر المستفيدة عن فرحتها بوصول هذه الإغاثة والتي ستخفف من معاناتها، مرددة عبارات الشكر والتقدير لدولة الإمارات على ما تقدمه من مساعدات إنسانية ترفع عن كاهلها أعباء الحياة المعيشية الصعبة. اتجه موكب أبناء مديريات ساحل حضرموت والذي يضم العشرات من السيارات والباصات للمشاركة في فعالية إحياء ذكرى يوم الأرض الجنوبي 7 يوليو مدينة سيون حاضرة وادي حضرموت. وضم الموكب لمئات من المواطنين المشاركين في الزحف الجماهيري من مختلف مديريات ساحل حضرموت وللمطالبة بالإسراع في استكمال تنفيذ اتفاق الرياضة وإخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى من الوادي وتمكين النخبة الحضرمية من السيطرة على كامل أرضها والتأكيد على جنوبية محافظة حضرموت. هذا وشهدت مدينة سيون فعالية كبرى عصر اليوم الخميس. طبعا نحن الآن متوجهين من ساحل حضرموت إلى سيون وادي حضرموت لأجل تزامنا مع ذكرى احتلال الجنوب في عام 94 77 عام 94، وكذلك تزامنا مع انعقاد مجلس النواب لجلسته الثانية في محافظة حضرموت في مدينة سيئون. طبعا مدينة سيئون معروف وادي حضرموت يخضع تحت احتلال المحتل اليمني، ونحن أتينا فيها في ظل هذا الظرف لأجل تأدية رسالة أن أبناء حضرموت يرفضون هذا ويؤدون رسالتهم بكل سلمية وبكل فخر واعتزاز من أرضهم. جماهير أبناء حضرموت الوادي والساحل يتوجهون كلهم إلى ساحة الحرية والاستقلال في سيئون، والحشد كبير جداً
ونحن نازلين إن شاء الله من مدينة المكلا. كل مديريات الساحل تحشد اليوم. نحن الآن ذاهبون إلى مدينة سيئون، وذلك للمشاركة في الفاعلية التي دعت لها القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت، وذلك من أجل إحلال قوات النخبة الحضرمية في وادي حضرموت، وكذلك تنفيذ بنود اتفاق الرياض وإخراج القوات الشمالية من وادي حضرموت وتمكين أبناء هذه المحافظة من إدارة محافظتهم. في ذات السياق، شهدت مدينة سيئون مساء أمس مسيرة جماهيرية سلمية بالدراجات النارية نظمها شباب حضرموت الأحرار بالوادي حياء لذكرى يوم الأرض الجنوبي، حيث انطلقت المسيرة من أمام البوابة القبلية بحي السحيل بسيئون رافعين أعلام الجنوب وشعارات تؤكد على أهمية تطبيق اتفاق الرياض، وأخرى تستنكر تواجد الميليشيات الإخوانية على أرض الجنوب. وواصلت المسيرة تحركها بخط السحيل الداخلي مرورا بالسوق العام ثم شارع الجزائر، والعودة وصولا إلى ساحة قصر سيئون، حيث لاقت تفاعلا كبيرا من أبناء مدينة سيئون. ناشد أهالي منطقة الحصين بمديرية حجر وزير الزراعة والثروة السمكية بالتدخل العاجل والفوري لإنقاذ شجر النخيل من الهلاكة جراء عدم وصول المياه إليها، وذلك لانهيار السدود والقنوات الزراعية منذ كارثة 4 يونيو من العام الماضي. وقال الأهالي في مناشدتهم إلى أن السلطة المحلية بالمديرية والمحافظة بحضرموت لم تتدخل بجدية في معالجة آثار الكارثة رغم مناشدتهم المتكررة لهم، ولم تقدم أي دعم لمساندة الملاك والفلاحين، وسمحت للمنظمات للعمل دون إشراف حقيقي عليها، وهو ما كشفته السيولة الأخيرة مطلع مايو الماضي بانهيار ما نفذته بعض المنظمات. وبحسب الأهالي فأن الدمار الذي وقع في النخيل يفوق طاقة المواطن، مشيرين إلى أن النخيل الذي هلك في منطقة الحصين وغيرها من المناطق الأخرى بلغ نحو 300 ألف شجرة نخيل، وهو ما ينذر بكارثة إنسانية وزراعية على المئات من الأسر التي تعتمد على النخيل كمصدر رئيسي للدخل. الآن مع أجواء الطقس وأسعار العملات في حضرموت. هيئة النشر تذكيرا بأهم ما جاء فيها من أنباء. هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي تقف أمام أعمال القمع والإرهاب التي مورست من قبل ميليشيات الإخوان في محافظة شبوة. محافظ العاصمة عدن يتفقد سير العمل في إعادة تأهيل مبنى إذاعة وتلفزيون عدن. هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزع دفعة جديدة من المساعدات الغذائية على أهالي مديرية المكلا. أبناء ساحل حضرموت يتجهون نحو مدينة سيئون للمشاركة في فعالية إحياء ذكرى يوم الأرض الجنوبية. السيدات والسادة، قدمنا لحضراتكم هذه النشرة الإخبارية من قناة المكلا، ولمشاهدة نشراتنا الإخبارية يرجى زيارة صفحة القناة على مواقع التواصل الاجتماعي المكلا تي في. حتى الملتقى، جمعة مباركة وإلى اللقاء.